شاء الله بإذن الله موفقين وفيلم يعجب الجمهور ويكون رقم واحد بإذن الله ويحقق إيرادات. وتحياتي طبعا لكل القائمين على العمل في الفيلم وعلى رسوم الحاج احمد السبكي ونجوم الفيلم. ان شاء الله باذن الله فيلم جميل وعماما ما بيعملش حاجه وحشه ان شاء الله. طب احنا هنشوفك في ايه جديد قريب؟ فيلم ان شاء الله باذن الله انا وعبد الرحمن. يلا عبد الرحمن يلا بينا. كلمنا عن الفيلم النجم الكبير. هو جميل وانا مستنيه ومتحمس جدا ان انا اصوره ان شاء الله. قلبي يابا. كلمنا ان شاء الله باذن الله عاملين فيلم كويس جدا بطوله عبد الرحمن ومحمد اسامه بتاع الغزاله رايقه ورضا البحراوي وشيبه وكل النجوم يعني اللي هي كبيره ان شاء الله باذن الله تبقى معانا وامينه وكله كله. ده فيلم شعبي ان شاء الله. فيلم جميل فيلم بتاع الناس. الشعب اللي الناس بتستناه وبتحبه. وفي اغاني جميله وعبد الرحمن ممثل فيه ومحمد اسامه بتاع الغزاله رايقه كله يبقى حلو. شفت الغزاله رايقه ايه اكتر اغنيه عجبتك موجوده دلوقتي على السينما؟ الغزاله رايقه. منك بصوتك بقى حته منها يلا بينا. الغزاله رايقه الناس اللي حلوه سايقه يا سيدي يا جمال وماله تخت كتير عالي يا خلاص يا طب في اغاني ليك قريب ان شاء الله باذن الله البوم ان شاء الله مع روتانا واغاني في فيلم مع محمد السبكي هنعمل حاجات بوم ان شاء الله.